الرئيس السيسي يوجه بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية بالدولة. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل. توافق مصري يوناني على أهمية تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية بالبلاد. 9 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ والأزمات والأحداث الطارئة. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماع مع قائد قيادة الاستراتيجية وعدد من المسؤولين بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، واللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب أكرم الجهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود جميع الجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تهدف إلى تسخير إمكانات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتكامل تلك الشبكة الحديثة مع المشروعات التنموية والخدمية في كافة أنحاء البلاد لتصبح منظومة أساسية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وصون أصول الدولة الآخذة في النمو والتطور. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات إنشاء منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المنتظر تعميمها على مستوى الجمهورية، والتي تعد من أكبر المنظومات من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة وتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة، سعياً نحو ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة وفي إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية. توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى العاصمة الرواندية كيجالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى للمشاركة في اجتماعات الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي. هذا ومن المقرر أن تعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة 210 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما سيلقي رئيس مجلس النواب كلمة البرلمان المصري بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول المساواة بين الرجال والنساء، كما ستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطا مكثفا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي.
افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتفقد مدبولي الأجنحة المشاركة بالمعرض واستمع إلى شرح من المشاركين من السودان والأردن وليبيا إلى جانب العارضين المصريين. وأكد رئيس الوزراء وجود توجيهات رئاسية بالعمل المستمر على توفير مختلف سبل الدعم لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذا وتشارك في المعرض 5 دول عربية و1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية، إضافة إلى جناح لمنتجات أصحاب المشروعات انقرى ومراكز المبادرة الرئاسية حياة كريمة. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام أمام المستثمرين. وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية تكثيف جهود كافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ، خاصة الاستعدادات الخاصة بتنظيم فعالية الافتتاح، لسيما أن قائمة حضوره تتضمن عددا كبيرا من قادة الدول والشخصيات العالمية البارزة والمنظمات الفاعلة. أعلن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعيه 9 والعاشر غدا الاثنين بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وأضاف رشوان أن مجلس الأمناء سيصدر فور انتهاء اجتماعيه بيانا يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع وفاعليات الحوار الوطني على وجه العموم. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 828 عنصراً إجرامياً ومصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات. وضبط معهم 314 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية. تم ضبط 111 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 990 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاشان و18 بندقية قناصة و114 بندقية و93 بندقية آلية و64 مسدسا و699 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و135 خزينة إضافة ل1780 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 444,141 حكما قضائيا، من بينهم 1744 حكم جناية، 161,333 حكم حبس، و216,517 حكم غرامة، و64,547 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلاً عصابياً ضموا 30 متهماً، قاموا بارتكاب 32 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 79 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 109 متهم. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 2890 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 3188 متهماً، من بينها قرابة 2202 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأكثر من 3266 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت ما يقرب من 115.5 كيلوغرام، وضبط حوالي 24 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى ما يزيد على 42.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 51,979 قرص مؤثر و 54,037 قرص ترامادول مخدر و 1751 قرص كبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 198 مليون جنيه. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 12 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 130 طنا. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 33 طنا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط 97 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 702 قضية، من بينها 123 قضية خبز ناقص الوزن و 144 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 8 قضايا بمضبوطات 51 طنا.
استدعت الأجهزة الأمنية في قسم ثاني الإسماعيلية الزوج المتهم بالتعدي على زوجته بالسب والضرب، حيث اعترف بارتكابه الواقعة. وأوضحت الأجهزة الأمنية أن إحدى السيدات والمقيمة بدائرة قسم ثاني شرطة الإسماعيلية أبلغت عن قيام زوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات زوجية بينهما، حيث تم تقنين الإجراءات واستدعاء المشكوك في حقه. وعودة إلى استعدادات استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ الشهر المقبل، وللمزيد حول الاستعدادات للمؤتمر ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، بعد التحية، ماذا وصلت إليه مدينة شرم الشيخ من استعدادات لاستقبال ضيوف مؤتمر كوب 27؟ نعم يوسف وسحر، تحية لكم. يعني بداية أستطيع أن أقول أنه بدأ العد التنازلي لاستقبال قمة المناخ كوب 27 التي تستضيفها هنا مدينة شرم الشيخ في الشهر المقبل، وتحديدا يوم 6 نوفمبر. بداية يوسف، هناك عدة ملاحظات للقادم لمدينة شرم الشيخ، وأنا كنت في زيارة لمدينة شرم الشيخ منذ عدة أشهر، ولكن وجدت اليوم أن هناك تغييرات جوهرية قد طرأت على مدينة شرم الشيخ، سواء في الشوارع أو في الميادين أو حتى بداية من مطار شرم الشيخ الدولي. دعني أتحدث أولا أن القادم عبر الجو من أي مكان لمدينة شرم الشيخ سوف يلاحظ أن مدينة شرم الشيخ تتميز باللون الأخضر. من المعروف أن مدينة شرم الشيخ يوسف كانت تتميز باللون الأبيض لأن مبانيها ذات لون أبيض، هذا اللون أضيف له لون آخر وهو لون اللون الأخضر للتعبير عن أنها مدينة أصبحت مدينة صديقة للبيئة. بالطبع هذا اللون الأخضر هو المساحات الخضراء المزروعة بكثافة في الطرق وفي الميادين، والتي تبدو من الجو هذا المزج ما بين اللون الأخضر واللون الأبيض الذي يتيح راحة للنظر، وأيضا يشعر الزائرين لمدينة شرم الشيخ بالطمأنينة والدفء. بداية منذ وصول المطار، مطار شرم الشيخ الدولي، نجد أن المطار نفسه يوجد هناك مزروعات وزراعات أيضا خضراء للتعبير عن أن شرم الشيخ هي مدينة صديقة للبيئة، بالإضافة اللافتات المنتشرة في كل مكان بداية من الوصول حتى مكان الإقامة، كلها أيضا تعبر عن أن شرم الشيخ أصبحت مدينة صديقة للبيئة. اللون الأخضر منتشر بشكل كبير للتعبير عن شرم الشيخ كصديقة للبيئة، ولكن إذا دخلنا داخل هذا اللون أو بشكل أكثر تفصيلي لكي نشاهد الصورة عن عمق، نجد أن هناك تغييرات. من بين هذه التغييرات التي طرأت على مدينة شرم الشيخ نجد الشوارع. نحن الآن في شارع السلام، من أحد الطرق الرئيسية هنا في مدينة شرم الشيخ. هذا الطريق تم توسعته بشكل كبير، بالإضافة إلى عدد كبير من الميادين، بالإضافة إلى عمليات التشجير والإنارة، وكذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية في إنارة الطرق هنا في مدينة شرم الشيخ. أتحدث أيضا يوسف عن محطات الشحن الكهربائية وأيضا محطات الغاز في المنتشرة في ربوع مدينة شرم الشيخ، والتي تم إضافة أعدادها بشكل كبير. اليوم أيضا يوسف، ظهر اليوم، وصلت أعداد من الأتوبيسات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي أيضا تعبر عن مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة. وإذا تحدثنا عن مؤتمر كوب 27 الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته يوم 6 نوفمبر من الشهر القادم بإذن الله تعالى، نجد أن هناك الآلاف من المشاركين في هذا المؤتمر الدولي الهام، ويقام في منطقتين: المنطقة الزرقاء والتي تقام فيها الفعاليات الرئيسية للمؤتمر، بالإضافة إلى المنطقة الخضراء التي تقام فيها أيضا فعاليات على هامش هذا المؤتمر أو قمة المناخ 27. هذا المؤتمر يأتي له أهمية كبيرة خاصة بعد قمة المناخ التي تمت
في جلاسكو في الدورة الماضية، هذه القمة التي تعهدت فيها الكثير من الدول وخاصة الدول الصناعية بتخفيض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تعهدت بتمويل الدول النامية وأيضا الدول الفقيرة لمساعدتها للتغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية. نحن نعرف جيدا أن الدول النامية هي الأكثر تضررا من مخاطر التغيرات المناخية والتي تتسبب فيها بشكل أساسي الدول الصناعية الكبرى. هذه التعهدات التي تمت في مؤتمر أو قمة جلاسكو في الدورة السابقة في بريطانيا، في هذا المؤتمر سوف يتم التأكيد على تنفيذ هذه التعهدات من قبل الدول الصناعية الكبرى والدول الغنية، بالإضافة إلى مزيد من التعهدات لمساعدة الدول النامية. وإذا تحدثنا عن استضافة مصر لهذه القمة، قمة كوب 27 أو قمة المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ، نجد أن مصر لها أهمية كبيرة في استضافة هذا المؤتمر باعتبارها أيضا من الدول الإفريقية والتي سوف تتحدث بصوت إفريقيا، تتحدث نيابة عن القارة الإفريقية، تتحدث نيابة عن الدول النامية التي تتأثر بهذه التغيرات المناخية. يعني يوسف، إجمالا بالفعل بدأ العد التنازلي، العمل هنا في مدينة شرم الشيخ يتم على قدم وساق، يواصل العاملون هنا الليل بالنهار لإنجاز هذا العمل وظهور وخروج مؤتمر كوب 27 بأفضل صورة تظهر فيها مدينة شرم الشيخ أمام العالم أجمع. إليك يوسف في الاستوديو. زميلي أحمد الحسيني من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك على هذه الجولة المفصلة. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دينديس عمق علاقات التعاون بين البلدين والتنسيق بينهما حيال كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزيران عقب مباحثتهما بالقاهرة. وأكد شكري أن العلاقات بين البلدين استراتيجية، وهناك عمل على دفع العلاقات التجارية بين الجانبين لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة. في سياق متصل، قال وزير الخارجية سامح شكري أنه أطلع وزير الخارجية اليوناني على الجهود التي تقوم بها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية. أوضحت لمعالي الوزير الجهود التي تبذلها مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومن ضمن ذلك المشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري الذي سوف يتم على أساسه عقد الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية، وهو ما يعزز من التوصل إلى تفاهم ليبي يخرج من هذه الأزمة ويؤدي إلى استعادة ليبيا لسيادتها الكاملة والحفاظ على وحدة أراضيها واستفادة الشعب الليبي من مخدراته بعيدا عن أي تدخلات خارجية. كما أكدنا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد. ومن جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينتياس أهمية العلاقات الاستراتيجية العميقة بين مصر واليونان، ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا في إطار الاتحاد الأوروبي. مصر ليست فقط صديق استراتيجي، هي أكثر من ذلك. نحن لا ندخر جهدا ونفعل كل ما يمكن لنصل لدعم هذه العلاقات العظيمة مع مصر العظيمة، ولكن في ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن مع الاتحاد الأوروبي. ونحن أيضا نقدر الدعم الذي تقدمه مصر بقيادة الرئيس السيسي، وهذا الدعم الشخصي والعام في السياق الثنائي وأيضا داخل جامعة الدول العربية وغيرها من المنتديات الدولية. إن مصر تعتبر هي الجسر بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي. كما أكد وزير الخارجية اليوناني أن هناك أهدافا استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار في ليبيا والشرق المتوسط، وذلك لإفساح الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
نحن كلانا نتفق على أن هناك أهداف استراتيجية وهي ترتكز على تحقيق الاستقرار لليبيا والاستقرار لشرق البحر الأبيض المتوسط، واليونان تدعم الجهود التي يتم اتخاذها لإفساح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، ولقد اتخذنا العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي. لقد فتحنا سفارة لنا في طرابلس ونقدم مساعدات محسوسة للشعب في بنغازي ونساعد في إقامة العديد من المشروعات في طرابلس، ومع هذا فإننا نشعر بالقلق فيما يتعلق بالأفعال التي تهدد الاستقرار الهش أصلا داخل ليبيا، وهذا ما يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة. وصلت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إلى الجزائر يرافقها 16 وزيرا من حكومتها، حيث كان في استقبالها لدى وصولها إلى مطار هواري بومادين نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن. ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة الفرنسية خلال الزيارة برئيس الجزائري، كما سترأس مع نظيرها الجزائري اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأول والأخير إلى 2017 في باريس، حيث سيتم التركيز على التعاون الاقتصادي. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بوتين يقول إن تفجير جسر القرم عمل إرهابي ويحمل أوكرانيا المسؤولية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع في جسر رئيسي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الروسي هو عمل إرهابي دبرته قوات أوكرانية. هذا ويعقد بوتين غدا الاثنين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي، وذلك بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئيا جسر القرم. وكان بوتين قد وقع مرسوما يقضي بتشديد الإجراءات الأمنية للجسر بجانب مرافق البنية التحتية التي تزود شبه جزيرة القرم بالكهرباء والغاز الطبيعي. أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس جددا إدانتهما لمساعي روسيا لضم أراضي أوكرانية. وقال البيت الأبيض إن بايدن وشولتس أكدا خلال اتصال هاتفي التزامهما بمحاسبة روسيا على ما وصفاه بأعمالها الوحشية، إضافة إلى توفير الأمن والمساعدة لأوكرانيا. وأضاف البيت الأبيض أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات أسواق الطاقة العالمية وأهمية تأمين إمدادات معقولة التكلفة. أحجمت الولايات المتحدة عن التعليق على الانفجار بجسر القرم، وقالت إنها ستواصل إمداد أوكرانيا بالسلاح.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من بدأ الحرب، وهو من يمكنه أن ينهيها إذا أراد بمجرد نقل قواته إلى خارج أوكرانيا. أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تسليم الغرب أسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى كييف سيكون خطا أحمر بالنسبة لروسيا. وأضافت الخارجية أنه سيتم تحديد تدابير معينة للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يوردون الأسلحة إلى كييف عقب تحليل شامل للوضع المتطور. كما أكدت الخارجية الروسية أن مساعدة واشنطن لكييف يجعلها طرفا في الصراع. أشادت روسيا بمجموعة أوبك بلس لجهودها في مواجهة ما وصفته بالفوضى التي تبثها الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن وضع سقف لأسعار الطاقة سيزعزع أسواق العالم، مشيرا إلى أن تخلي الاتحاد الأوروبي عن الطاقة الروسية ستكون له عواقب وخيمة. استبعد وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية أن تشهد البلاد انقطاعات مقررة سلفا للتيار الكهربائي خلال الشتاء المقبل، ويأتي ذلك تعقيبا على تحذير من الشبكة الوطنية للكهرباء من أن بريطانيا قد تواجه انقطاعات للتيار إذا لم تستطع استيراد ما يكفي من الطاقة. ونبقى في بريطانيا، حيث تعطلت حركة القطارات مجددا في البلاد بسبب إضراب نقابات السكك الحديدية التي تطالب بزيادة الأجور في ظل التضخم القياسي. وأكدت نقابات السكك الحديدية أن هذا الإضراب جزئي، حيث يعمل قطار واحد فقط من أصل كل 5 قطارات في البلاد. تواجه بريطانيا الكثير من التحديات الاقتصادية، ومن أهمها التضخم وتعطيل أجور العاملين، مما أدى إلى تعطل حركة القطارات مجددا. ويأتي هذا الإضراب بسبب مطالب نقابات السكك الحديدية بزيادة الأجور في ظل التضخم القياسي. نقابات السكك الحديدية البريطانية أكدت أن الإضراب جزئي، حيث يعمل قطار واحد فقط من أصل كل 5 قطارات في البلاد، وأشارت إلى أنه تم إغلاق نصف الشبكة. شركات القطارات دعت الركاب إلى عدم استعمال القطار إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية. ويشارك في هذا الإضراب نحو 40,000 عضو في نقابة RMT بشبكة نوتورك رايل، و15 شركة لتشغيل السكك الحديدية للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل. وتشهد بريطانيا أزمة خطيرة مع ارتفاع كلفة المعيشة في ظل نسبة تضخم تناهز 10%، وهي الأعلى منذ 40 عاما. ويشعر البريطانيون بالقلق بشأن كلفة التدفئة هذا الشتاء، ورغم الإعلان عن تحديد أسعار قصوى للطاقة، إلا أن ذلك جاء بعد تضاعفها خلال عام واحد، وباتت الحكومة الجديدة التي تدير البلاد منذ شهر تحظى بنسبة تأييد هي الأدنى على الإطلاق. أكد مسؤولون نقابيون في فرنسا تواصل إضرابات العاملين في عدد من شركات البترول الكبرى بالبلاد. هذا وتواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في 4 من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد. فاز الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت اليوم، وتنافس فيها 7 مرشحين. وحسم فان دير بيلين الفوز بالحصول على حوالي 60% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي اتسمت بالهدوء وبمشاركة أقل من الانتخابات الرئاسية السابقة.
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إن بلاده أبلغت كوريا الشمالية باستعدادها الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن رصد صاروخين باليستيين أطلقتهما بيونغ يونغ وقطع ما يقرب من 350 كيلومتر ووقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. يبدو أن ظاهرة الصواريخ المتساقطة من السماء باتت مألوفة بشكل شبه يومي في شبه الجزيرة الكورية وسط تواصل التجارب الصاروخية الباليستية من ناحية بيونغ يانغ والتدريبات المشتركة بين واشنطن وسول من الجانب الآخر. دول مجاورة لكوريا الشمالية قالت إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين في سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها في غضون أيام، مما زاد القلق على نطاق واسع في واشنطن وحليفتيها طوكيو وسول من تلك التجارب. مسؤولون في كوريا الجنوبية قالوا إن تصاعد وتيرة عمليات إطلاق الصواريخ من قبل جارتها الشمالية قد يشير إلى أنها أقرب من أي وقت مضى لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017، حيث تم رصد استعدادات تجري في موقع الاختبار منذ أشهر. أما وزارة الدفاع اليابانية فقد أكدت أن الصاروخين وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطع مسافة 350 كيلومترا، لافتة إلى أن الصاروخين وقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. إلى ذلك قال الجيش الأمريكي إنه يتشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية. وتقول كوريا الشمالية إن تجاربها الصاروخية عبارة عن إجراءات للدفاع عن النفس ضد ما تصفه بالتهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة، وأنها لا تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بمدة 6 أشهر فقط وإلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة عقب انقضاء تلك المدة. وأكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددة على أن كافة إصدارات قطاع الأحوال المدنية سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، وأنه يتم الاعتداد بها والتعامل عليها بكافة الجهات الإدارية بالدولة سواء تم الإصدار بتاريخ قديم أو حديث فيما عدا القيد العائلي. كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على تطبيق واتساب من رسالة صوتية تزعم انتشار مرض شلل الأطفال بمختلف محافظات الجمهورية. وأشار المركز إلى أن الرسالة الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، موضحا أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة بشلل الأطفال بأية محافظة من محافظات الجمهورية، حيث تم تسجيل آخر إصابة بمرض شلل الأطفال في مصر عام 2004. كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض خلال عام 2006، مشيرة إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية. بحث محافظ القاهرة خالد عبد العال مع سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي ووفد من مسؤول الشؤون الدولية بمدينة طوكيو، بحثوا سبل تعزيز التعاون المشترك بين طوكيو والقاهرة في إطار اتفاقية التآخي الموقعة بين المدينتين منذ عام 1990، وكذلك بحث ترتيبات زيارة محافظ طوكيو يوريكو كويكي إلى مصر في الفترة من 9 إلى 11 من نوفمبر 2022 مع وفد رفيع المستوى يمثل الحكومة اليابانية للمشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ كوب 27. وأكد محافظ القاهرة أن العلاقات المصرية اليابانية قديمة وممتدة، مشيرا إلى أن الشعب المصري يقدر الشعب الياباني ويحترمه. استضافت جامعة طنطا فعالية الندوة التوعوية الطلابية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات. وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة داخل الجامعات بكافة محافظات الجمهورية لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
بنشارك مع محافظة الغربية الحقيقة في الكثير من الاستشارات الهندسية، في كثير من الأنشطة المرتبطة بحياة كريمة، بالإضافة أن احنا بنشارك بالقوافل التنموية والقوافل الشاملة في المحافظة، ومش بس في المحافظة الحقيقة ولكن كمان خارج المحافظة. موجودين في ضيافة رئيس الجامعة والسادة النواب وعمداء الكليات على وإخواتنا الطلاب علشان نعزز من مفهوم العمل المجتمعي وثقافة العمل الأهلي والتطوعي. كان في البداية حابين نوجه للطلبة يعني إيه حياة كريمة، حياة كريمة عملت إيه بمناسبة يعني إحنا خلاص قاربت المرحلة الأولى على الانتهاء. الندوة النهاردة كانت بخصوص توجيه رئاسي إننا نازلين علشان نعمل توعية لإخواتنا الطلاب بأعمال مبادرة حياة كريمة وإزاي بتتم في المركز زفت عندنا الأعمال كلها، بداية من أعمال البنية التحتية وكمان تطوير اللي عندنا اللي هي الخدمات، سواء كان تعليم سواء كان صحة سواء كان بناء عنصر الإنسان عموما. بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تم إضاءة برج القاهرة باللون الأخضر وهو لون شعار اليوم العالمي إحياء لهذا اليوم. وللمزيد ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، ماذا لديك من تفاصيل حول هذا اليوم ورمزية المكان الذي تقف فيه وإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر؟ نعم، تحياتي لك يوسف ولكل السادة المشاهدين. يحتفل العالم في العاشر من أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية لدعم المرضى النفسيين. الاحتفال هنا في القاهرة بدأ من اليوم بإضاءة برج القاهرة باللون الأخضر وهو بالطبع لون شعار هذا اليوم، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار. الاحتفال بدأ من برج القاهرة وسيتم الاحتفال وإضاءة اللون الأخضر في كل المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان. يبلغ عدد هذه المستشفيات 21 مستشفى في 15 محافظة. هذه المستشفيات سيتم إضاءتها باللون الأخضر من اليوم، وأيضا ستنطلق هذه الفعاليات غدا في عدد كبير من هذه من المستشفيات، منها مستشفى أسيوط. غدا سيكون هناك محاضرة للأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، ستكون هذه المحاضرة حول ظاهرة الانتحار وأيضا ستتحدث عن الجديد في علاج الإدمان. سيكون أيضا في بعض المستشفيات مثل مستشفى الخنكة ومستشفى طنطا سيكون بها بعض الفعاليات الثقافية وبعض الفعاليات الترفيهية أيضا وبعض الندوات التي يعني الهدف منها هي دعم المرضى النفسيين. برج القاهرة أضاء كما ترون من خلفي الآن الإضاءة باللون الأخضر. منذ قليل بدأ برج القاهرة في هذه الاحتفالات وسيستمر بالطبع يعني حتى غد مع كل المستشفيات التي ستدعم هذا اليوم، اليوم العالمي للصحة النفسية. أيضا سيكون هناك ماراثون رياضي في بعض الأماكن، بعض المستشفيات ستنظم هذا الماراثون، منها مستشفى طنطا، وأيضا سيكون في بعض القوارب النيلية في محافظة أسيوط وهنا أيضا في القاهرة. وكل هذا يعني كل هذه الفعاليات ستكون يوم غد وهو اليوم الرسمي للاحتفال بالصحة النفسية. وأيضا وزارة الصحة والسكان المصرية تقوم بجهود كبيرة جدا في إطار دعم المرضى النفسيين من خلال المستشفيات الموجودة التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية. فبالتالي احتفالات بدأت من هذه الليلة وستستمر حتى غد احتفالا بهذا اليوم العالمي بعدد كبير من الفعاليات كما تحدثنا، سواء كانت الترفيهية أو حتى المسابقات التي تتم للمرضى لإحياء أجواء كلها فرحة وبهجة ودعم لهؤلاء المرضى النفسيين في كل المستشفيات الموجودة. فإذا هو توجه مهم ودعم صحي ونفسي هام لهؤلاء المرضى في هذا اليوم العالمي الذي يعني تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1992. الآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا جزيلا زميلي محمود جميل مراسل التلفزيون المصري.
والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. ودينا شرف، أهلا بك دينا. شكرا لك سحر، شكرا لك يوسف. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أكد وزير البترول طارق الملا أن هناك نسبة كبيرة من كميات الزيت الخام في الحقول المتقادمة تمثل فرصة لمختلف شركات البحث والإنتاج في ظل الأسعار العالمية المرتفعة لبدء العمل على التنمية والإنتاج من هذه الحقول. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة عمل حول الاستفادة المثلى من الحقول المتقادمة والتي انطلقت فعاليتها في حقول الشركة العامة للبترول بمنطقة رأس غارب بالصحراء الشرقية، وتشارك فيها كبريات شركات الإنتاج والخدمات البترولية المصرية والعالمية. قام البنك المركزي المصري بإطلاق استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي. تم إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو ما يعكس شراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية. وإلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات مستهل جلسات الأسبوع وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب قابلتها عمليات شراء من قبل المصريين والعرب. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 691.2 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيج إكس 30 عند مستوى 10010 نقاط ليتراجع بنسبة 0.7% ويغلق عند مستوى 9940 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيج إكس 70 عند مستوى 2217 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 1.4% عند مستوى 2184 نقطة. وفتح مؤشر إيج إكس 100 عند مستوى 3156 نقطة ليتراجع بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء 19 جنيه 19 جنيها و60 قرشا وللبيع 19 جنيه و70 قرشا. اليورو سجل 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و20 قرشا للبيع. الجنيه الاسليني سجل 21 جنيها و72 قرشا للشراء و21 جنيها و85 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و33 قرشا للشراء و5 جنيهات و36 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و21 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. ارتفع معدل التضخم في المكسيك إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما مسجلا 8.8% الشهر الماضي. وكان البنك المركزي في المكسيك قد رفع سعر الفائدة القياسي إلى 9.25% الأسبوع الماضي لمكافحة التضخم المتسارع، حيث تستورد المكسيك 57% من الحبوب الأساسية التي تستهلكها. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى صحر ويوسف، إليكما. شكرا لك دينا شرف. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى إعصار فوق منطقة أمريكا الوسطى. وأضاف المركز أنه من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.
هي الطبيعة تغضب، ولكن هذه المرة بقوة مفرطة. العاصفة الاستوائية جوليا تحولت إلى إعصار مع رياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، مما يهدد معظم دول أمريكا الوسطى. ويحذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن هطول الأمطار المصاحبة للإعصار جوليا قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية قد تحصد أرواحاً. نيكاراغوا استبقت وصول الإعصار للساحل الجنوبي الشرقي للبلاد بإعلان حالة التأهب القصوى وتفعيل وحدات الإنقاذ وإجلاء لآلاف السكان مع توقف حركة الصيد، بينما سارع المواطنون إلى تخزين احتياجاتهم الضرورية. في غواتيمالا وضعت 22 منطقة في حالة تأهب قصوى من جانب خدمات الحماية المدنية مع اقتراب العاصفة التي قد تؤثر أيضا على السلفادور. وفي هندوراس أعلنت الحكومة التفريغ الوقائي للسد الكهربائي الرئيسي الكاجون في إجراء احترازي، خصوصا أن البلاد شهدت فيضانات وعمليات إجلاء في نهاية سبتمبر في محيط سان بيدرو سولا، ثاني أكبر مدينة في البلاد والمنطقة الأكثر عرضة لتهديد جوليا. هي الطبيعة وقد كشرت عن أنيابها، وبات لكل بقعة من بقاع كوكبنا ذكرى مع غضبها وجموحها، ومن بين تلك البقاع أمريكا الوسطى التي فقدت مئات الأشخاص وخسرت ملايين الدولارات بسبب إعصار إيتا ويوتا نهاية عام 2020، وتستعد الآن لمواجهة جوليا. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. نعود فيها مرة أخرى إلى دينا شرف. إليك دينا. شكرا لك يا يوسف، شكرا لك يا سحر. والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. أجرت رابطة الأندية المحترفة قرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم المقرر انطلاقه 18 من أكتوبر الجاري بمشاركة 18 فريقا، وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية في الجولة الأولى، أبرزها لقاء الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك مع سموحة، كما تشمل الجولة مواجهات بيراميدز مع إنبي وأسوان مع الاتحاد السكندري والمقاولون العرب مع غزل المحلة وحرس الحدود مع فيوتشر، فيما يقام لقاء القمة بين الزمالك والأهلي ضمن مباريات الجولة 14. حقق الأهلي فوزا هاما على الاتحاد المانشستري التونسي بهدف دون رد في ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا. أحرز الأهلي هدفه في وقت قاتل عن طريق المدافع محمد عبد المنعم بضربة رأسية في الدقيقة 93، ليضع الأهلي قدما في دور المجموعات للمسابقة القارية قبل لقاء الإياب المقرر إقامته الأسبوع المقبل على استاد الأهلي وي السلام بالقاهرة. فاز الزمالك على نظيره في لامبو البروندي بهدف دون رد ضمن منافسات ذهاب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة 42 من عمر اللقاء. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في 14 من أكتوبر الجاري على استاد برج العرب بالأسكندرية. حقق فريق فيوتشر فوزا ثمينا على مضيفه فريق كالون بطل سيراليون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما لحساب ذهاب دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل هدفي فيوتشر مروان محسن ومصطفى البدري، ويقترب فيوتشر من بلوغ دور ال 32 الإضافي من البطولة. أحرز الفريق الأول لكرة اليد للرجال بنادي الزمالك المركز الثاني في بطولة إفريقيا بعد خسارته المباراة النهائية أمام الترجي التونسي 24-28، وكان الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي في دور نصف النهائي، فيما تأهل الترجي للنهائي بفوزه على مواطنه الإفريقي التونسي. حقق الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا بعد الفوز على الإفريقي التونسي بنتيجة 30-22 في المباراة التي جمعتهما لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
حسم أرسنال مواجهة القمة أمام ليفربول بفوزه بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، وذلك لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل كل من البرازيلي جابرييل مارتينلي وبوكايو ساكا أهداف المدفعجية، فيما أحرز الأوروغواني داروين نونيز والبرازيلي روبرتو فيرمينيو هدفي ليفربول، ليستعيد أرسنال صدارة الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما تتواصل معاناة ليفربول بتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز العاشر. ختام أخبار رياضة، عودة مرة أخرى إلى صحر ويوسف، إليكما. شكرا لك دينا. أطلقت الصين إلى الفضاء قمرا صناعيا لاستكشاف الشمس، وذلك من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد. تم تصميم المسبار الشمسي الذي لا يقل عمره المتوقع عن 4 سنوات لتجميع وإعادة إرسال حوالي 500 جيجا بايت من البيانات في غضون يوم واحد، وهو ما يعادل عشرات الآلاف من الصور عالية الجودة. وإلى آخر أخبار الطقس. ومرة أخرى دينا شرف. شكرا لك صحة، شكرا لك يوسف، والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 29، الصغرى 21، اسكندرية 27، 21، مطروح 27، 19، بورسعيد 27، 22، إسماعيلية 29، 21، السويس 28، 22، العريش 28، 22، طابة 29، 23، شرم الشيخ 32، 25، الغردقة 30، 24، الأقصر 33، 21، أسوان 34، 21، الوادي الجديد 32، 18، شلاتين 34، 23، وأخيرا حلايب 31، 24. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم.
نهاية نشرة التاسعة، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتكامل الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة مع المشروعات التنموية والخدمية بالدولة. رئيس الوزراء يتابع الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ الشهر المقبل. توافق مصري يوناني على أهمية تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية بالبلاد. بهذه العناوين انتهت نشرة التاسع، ولكن هواء التاسع ما زال متواصل معنا ومعكم، ويوسف الحسين.